في الفيديو ده انا هعرفك على احسن طريقة ممكن تشتغل بيها على الانترنت وانت قاعد في مكانك وتحقق منها ارباح كويسة جدا 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 بالنسبة للمبتدئين، حتى لو انت ما عندكش اي خبرة في مجال الربح من الانترنت. وعلشان ما تحسش ان انت هتضيع وقتك في الفيديو ده، خليني اوريك اثبات السحب ده، وتعالوا يلا نشوف ازاي انا جبت اثبات السحب ده، واوريكوا طريقة العمل واستراتيجية النهاردة بتشتغل ازاي، وممكن نكسب منها ازاي، وانت نفسك ممكن تكسب منها ارباح قد ايه. اهلا بكم مره تانية يا شباب، انا عبد الله السيد في درس جديد من دروس الربح من الانترنت. وزي ما انتم شايفين قدامكم كده، دي قناتكم دكتور ايرنينجز. اتمنى تدعموها وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، واتمنى طبعا تنزل تحت تحط لايك على الفيديو ده عشان ده هيدعمني جدا 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 انزل لك حاجات اقوى من كده بكتير في الفتره اللي جايه. طبعا احب افكركم بمسابقه ال 25000 مشترك. لو وصلنا ل 25000 مشترك هبدا ان انا اعمل جيف اواي $50 هوزعه على خمس اشخاص، كل واحد هياخد $10 في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لو احنا عدينا ال 25000 مشترك بعد الفيديو ده، وان شاء الله هنعديها لاننا بقى لنا خلاص 300 مشترك، بس كل عليك تعمله انك تحط لايك للفيديو ده وتنزل تحت في الكومنتس وتقول لي انك عايز تشترك في المسابقه، وهبدا ان انا اختار خمس اشخاص وابعت لكل واحد فيهم $10. ده طبعا كدعم بسيط للناس المبتدئه والناس اللي عايزه تبدا تشتغل على الانترنت، وده تشجيع ليهم. طبعا بعد ما نوصل 25000 مشترك هنعمل جيف اوي كبير وهدف اكبر ان شاء الله اعلى من ال 25000 مشترك. بس خلينا في فيديو النهارده، وزي ما انتم كده سمعتوا في مقدمه الفيديو، احنا هنتكلم عن استراتيجيه للمبتدئين هتقدر تكسب بيها ارباح كويسه جدا 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 بالنسبه ليك كمبتدئ، بالنسبه لواحد لسه بادئ على الانترنت. زي ما انتم شفتوا كده في اثبات الدفع اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، انت النهارده هتقدر تكسب ارباح زي كده من حاجات بسيطه جدا جدا وادوات بسيطه جدا وتريكات. طبعا التريكات اللي انا بديها لك والناس المشتركه معايا هنا في القناه من بدري عارفه ان انا بدي تريكات هتقدر انك تضاعف ارباحك مره واثنين وثلاثه. فطبعا خلينا نخش في الشرح العملي على طول وما نضيعش وقت كتير، ويلا بينا نخش ونشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها. بس خلونا الاول نشوف الموقع الاساسي اللي احنا هنبدا نكسب منه الارباح بتاعتنا، وهو موقع كليك فايلز. موقع كليك فايلز هو موقع رفع ملفات، موقع جميل جدا جدا جدا، وهو صاحب اثبات السحب اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، وهوريكم ازاي ممكن تكسبوا منه ارباح كويسه جدا جدا وتسحبوها على البير بتاعكم. زي ما انت شايف قدامك كده الموقع موقع كويس جدا، موقع لسه جديد. زي ما انت شايف عندك هنا عضويتين، عضويه مدفوعه وعضويه مجانيه. احنا طبعا هنشتغل على العضويه المجانيه، مش هندفع اي حاجه زي ما قلت لكم، لان الفيديو ده بدون راس مال، فانا هخليك تجيب بالراس المال بتاعك اللي انت ممكن تستخدمه في اي حاجه تانية حابب تستخدمه في استثمار، تسويق، في الاستراتيجيه دي، وتطور من الاستراتيجيه براحتك جدا جدا جدا، ولكن انت هتقدر تجمع ارباح كويسه جدا من الفيديو ده. فما تنساش طبعا دعمنا باللايك. انزل تحت كده شويه هتلاقي ان عندك 15000 عضو شغالين على الموقع ومشتركين في الموقع. طيب خلينا نشوف الدفع بتاع الموقع والسي بي ام بتاع الموقع. لو جينا هنا عند معدل الدفع هتلاقي ان الموقع ارباحه زي ارباح يعني مواقع اختصار الروابط، وممكن اعلى شويه كمان، ودي طبعا ميزه كبيره جدا في الموقع، وزائد ان الموقع صادق وبيدفع لحد دلوقتي، فدي ميزه قويه جدا جدا جدا. طبعا انا ارشح لك انك تشتغل على الموقع ده طول ما هو لسه بيدفع، وطول ما الموقع شغال فاحسن حاجه انك تشتغل على الموقع ده، ولكن الموقع لو في مشاكل فانت تشتغل على اي موقع بتاع رفع ملفات او موقع انت شغال عليه قبل كده، فطبعا تقدر تشتغل عليه براحتك جدا. زي ما انت شايف عندك بيدي الكندا $11، ولأمريكا $10، واستراليا $8، والدول العربية بيديها $4.5 او $5. فموقع والسي بي ام بتاعه عالي جدا جدا، وانصحكم بالشغل عليه، وهوريكم دلوقتي بالاثبات ان السي بي ام ده فعلا حقيقي والارباح فعلا بتتسجل معايا في الموقع. طيب خلينا الاول نفتح حساب في الموقع ونسجل في الموقع عشان نشوف واجهة الموقع بتاعنا. هتبدا انك تيجي هنا على تسجيل دخول، بعد كده تقول ليس لديك حساب علشان تبدأ تفتح حساب في الموقع. هنا هتحط اسم المستخدم، وهنا هتحط الايميل، وهتعيد هتحط كلمة سر، وهتعيد كلمة السر مرة تانية وتدوس على تسجيل. اول ما تدوس على تسجيل هتبدأ انك تيجي هنا على تسجيل دخول وتحط الايميل او اليوزر نيم والباسورد وتعمل دخول. كده انت دخلت على الداشبورد بتاعتك او دخلت على الحساب بتاعك. طبعا زي ما انت شايفين انا عندي هنا ارباح غير اللي انا سحبتها، وهوريكم الارباح اللي انا سحبتها، وشغال بالعضوية المجانية زي ما انت شايفين عشان محدش يقول لي ان انا
شغال بالعضويه المدفوعه. طبعا لو جيت هنا نزلت شويه هيقول لك هنا الحاجات بتاعتك الايميل والايبان، قصدي الاي بي بتاع الجهاز بتاعك، يعني هيقول لك شويه تفاصيل عن الحساب بتاعك. ولو جيت هنا فوق في الزاوية عند علامة الشخص ده واليوزر نيم بتاعك هتلاقي هنا حسابي، بعد كده هتلاقي ملفاتي والإحالة، هتلاقي عندك كل حاجة أو كل صفحات الموقع تقدر تخش فيها. لو دخلنا مثلا في ملفاتي هتلاقي هنا الملفات اللي أنا نشرتها، وهتلاقي في الملفات دي عليها زيارات، والزيارات دي هي اللي جابت لي الأرباح اللي انتوا شفتوها، وهوريكم ازاي تجيبوا الأرباح دي. تمام، لو جينا هنا عند حسابي هتلاقيه على طول فتح لك واجهة الموقع. طيب هتقول لي احنا دلوقتي عرفنا الموقع، فتحنا حساب في الموقع، هنبدأ نكسب ازاي من الموقع ده واحنا عارفين مواقع رفع ملفات كتيرة جدا بس مش عارفين نكسب منها؟ هنا بقى اللي انا جاي ادهولك واستراتيجية قوية جدا هتقدر تكسب بيها ارباح كبيرة جدا، وزائد تركاية هتقدر انها تزود ارباحك اكتر واكتر. طيب خلينا الاول نشوف الادوات اللي احنا نستخدمها، واول اداه هنستخدمها هي اسمها لايبراري جينيسيس. الاداه دي اداه قويه جدا جدا جدا، شرحناها قبل كده من بدري، ولكن يعني بقى لنا فتره ما شرحناهاش وبقى لنا فتره ما استخدمناهاش، ولكن النهارده جاي اوريك ازاي ممكن تستخدم الاداه دي وتكسب منها ارباح كبيره جدا. الاداه دي بكل بساطه بتجيب لك كتب من امازون او كتب بشكل عام بي دي اف موجودة وبتباع بارقام كبيرة، وانت تقدر تجيبها بشكل مجاني 100% من على الاداة دي وتنزلها بي دي اف عندك. هنا البي دي اف ده هو اللي احنا هنستغله، هو اللي احنا هنبدأ نكسب منه من رفع الملفات، زائد الحاجة التركات التانية اللي هتزود الارباح بتاعتك اكتر واكتر. الاداة التانية معانا اللي احنا هنستخدمها هي اداة سجدة، بعد كده هنستخدم الموقع اللي احنا هنسوق عليه الملف بتاعنا، وده خليه في اخر الفيديو احسن عشان اوريكم وجايب لكم موقع قوي جدا جدا تقدر تسوق عليه الملف بتاعك وتجيب منه تحميلات كتيرة جدا زي ما انتوا شفتوا كده في الحساب بتاعي في موقع كليك فايلز. تمام، فخلينا اول حاجة نبدأ نخش على الاداة بتاعتنا، وبعد كده نيجي هنا عند اللاست وندوس هنا على لاست ادد. كلمة لاست ادد يعني اخر كتب اتحطت في الموقع، فهنبدأ ان احنا ندوس عليها بالشكل ده، هيبدأ ان هو يطلع لنا اخر كتب اتحطت في الموقع واللي انت تقدر تستخدمها وتقدر تبيعها او تقدر انك تعرضها بشكل مجاني بس تكسب منها من خلال رفع الملفات. طبعا هتبدأ تدور في الكتب دي وتشوف كتاب يكون كويس وتبدأ انك تقدر تستخدمه وتروج له بسهولة وتقدر تجيب منه تحميلات كويسة. فانا طبعا قعدت ادور شوية علشان ما اضيع لكمش وقت في الفيديو، فدورت شوية وعرفت كتاب معين وحطيت اسمه هنا وكتبت سيرش. طبعا هنا تقدر تبحث عن اسم كتاب معين، تقدر ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيهوش، ولكن الكتاب ده انا عارف ان هو في الموقع، فكتبت اسم الكتاب وبعد كده دوست على سيرش، لقيت الكتاب بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبدأ ان انا ادوس على اسم الكتاب زي ما انتم شايفين قدام كده، عندي اتنين، هبدأ ان انا ادوس على اخر واحد وعلى اسم الكتاب هيبدأ ان هو يفتح لي الكتاب معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. دي صورة الكتاب لو انتم شايفينها، لو جينا هنا بحثنا عن اسم الكتاب في امازون زي ما انتم شايفين هنا اسم الكتاب اهو، ودي صورة الكتاب نفس الصورة. الكتاب ده بيتباع ب 39 دولار او 78 دولار. احنا النهاردة هنقدر نجيب بشكل مجاني 100% من غير ما تدفع ولا سنت، وهتقدر تستخدم الكتاب ده بالطريقه اللي انت عايزها، حابب تبيعه او حابب انك تستخدمه في اي استراتيجيه انت عايزها. طيب هتبدا انك عشان تنزل الكتاب ده هتبدا انك تدوس على اسمه في المكان ده زي ما انتم شايفين الاسم ده، هيبدا ان هو يفتح لك صفحه ثانيه بيقول لك اسم الكتاب وتفاصيل عن الكتاب، وبيقول لك جيت الكتاب من هنا، هتدوس على كلمه جيت عشان تبدا تنزل الكتاب، هيبدا ان هو ينزل معاك الكتاب كصيغه بي دي اف على الجهاز بتاعك، اذا كنت تليفون او اذا كنت بتشتغل على لابتوب او كمبيوتر هتقدر تشتغل على الاستراتيجيه دي. وبعد ما ينزل الكتاب معاك ولو جيت فتحت ملف البي دي اف هتلاقيه فتح معاك بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. اول حاجه بتلاقي الكفر بتاع الكتاب، بعد كده بتلاقي العناوين بتاعه الكتاب، بتلاقي الكتاب كامل زي ما انت شايف قدامك 658 صفحه، يعني الكتاب كامل 100%. هنا طبعا هتلاقي كل تفاصيل كل الحاجات اللي في الكتاب، يعني تأكد ان الكتاب بتاعك يكون كامل، وبعد كده ابدأ اشتغل على الاستراتيجية اللي انا هديها لك. هتاخد الملف بتاع الكتاب ده وتروح على الاداة التانية بتاعتنا، بس قبل ما نروح على الاداة بتاعتنا خلينا الاول نروح ونرفع الكتاب بتاعنا ده على الموقع بتاعنا. هتبدأ انك تيجي هنا وتدوس على رفع الملفات،
هيبدأ ان هو يفتح لك صفحة ليها علاقة برفع الملفات. عشان ترفع الملف بتاعك هتدوس على ابلود وتبدأ تختار الكتاب بتاعك من الملف او الملف بتاعك من الجهاز. هتبدأ انك تدوس عليه كده هيبدأ ان هو يرفع الملف بتاعك وهيديك لينك. بعد رفع الملف هيديك اللينك بتاع الملف اللي انت هتبدأ تسوق له وتبدأ تكسب منه ارباح. طيب خليه يرفع مع نفسه ونروح على الاداة بتاعتنا اللي هي اداة السجدة اللي هي لتعديل البي دي اف. هنبدأ ندوس على ابلود من هنا وبعد كده نختار الملف بتاعنا مرة تانية. هيبدأ ان هو ياخد بعض الثواني علشان يفتح لنا الكتاب بتاعنا علشان نعرف ان احنا نشتغل عليه. وزي ما انتم شايفين قدامكم كده الكتاب بتاعي اترفع وكده الكتاب اترفع بنسبة 100%. هقدر دلوقتي ان انا اعدل عليه براحتي. هبدأ ان انا انزل كده شوية. هتلاقي طبعا عندك الصفحات اللي هي بتشرح الكتاب بيتكلم عن ايه، وعندك طبعا بعض الصفحات ملهاش لازمة زي مثلا الصفحة دي انا شايفها ملهاش لازمة، فهبدأ ان انا امسحها وهقول لك دلوقتي انا همسحها ليه. وهبدا كمان امسح الصفحه دي. بعد كده هنزل تحت شويه هلاقي الصفحات اللي بتحكي عن الكتاب والتشابترز والعناوين بتاعه الكتاب. هبدا ان انا انزل كده شويه لحد اخر الصفحات دي، يعني اخر صفحه فيها التشابترز او اخر صفحه فيها الفهرس بتاع الكتاب زي ما بنقول بالعربي. هبدا ان انا اروح لها. عندي هنا في الكتاب ده الصفحة دي هي الصفحة الـ18، يعني انا هاجي عند الصفحة الـ19 وهمسح كل الصفحات اللي تحت. انا عارف انه ممكن ياخد وقت منك او ياخد مجهود، ولكن انت هتحتاج انك تمسح كل الصفحات اللي تحت علشان تعرف انك تشتغل على الاستراتيجية دي. فهبدأ ان انا امسح كل الصفحات دي واسيب بس لحد الصفحة الـ18 اللي هي الصفحة اخر صفحة ليها علاقة بالتشابترز او اخر صفحة ليها علاقة بالفهرس بتاع الكتاب. فهبدأ ان انا اجي عند اخر صفحه في الفهرس او في التشابتر بتاع الكتاب، فهبدا ان انا ادوس على انسيرت بيج. انسيرت بيج يعني عايز اضيف صفحه جديده في المكان ده، فهبدا ان انا ادوس انسيرت بيج. هيبدا ان هو ينزل لي صفحه جديده فاضيه خالص في المكان ده. المفروض تحت الصفحه دي ما يكونش في اي حاجه، تكون انت ماسح كل الصفحات الثانيه. فهتبدا تيجي عند الصفحه دي، هتبدا انك تدوس كده عشان تكتب جمله للشخص اللي هيشوف الصفحه. وزي ما انتم شايفين قدام كده شباب انا كتبت هنا قلت له اضغط هنا عشان تنزل الكتاب نسخه كامله 100% ويكون بصيغه بي دي اف وبشكل مجاني من غير ما تدفع ولا حاجه. فهتبدا انك تيجي هنا عند كلمه مور، وبعد كده او معذره مش هتيجي عند كلمه مور، هتيجي عند كلمه لينكس. تيجي هنا عند كلمه لينكس وتعلم هنا على الصفحه بالمنظر اللي انت هتشوفه قدامك ده. زي ما انت شايف قدامك كده هتعلم على الصفحه كده كلها، وبعد كده المفروض هنا تحط اللينك بتاع الملف بتاعك. فهتبدا انك تروح على الموقع، هيبدا ان هو يقول لك تم رفع الملف. فهتبدا تاخد اللينك بتاعك اللي هو ده، هتبدا انك تاخده كده وتروح على الموقع بتاعنا وتحط اللينك بتاعك هنا. بس ده طبعا هيجيب لك ارباح رفع الملفات فقط، ولكن فين التركية اللي انا قلت لك انها ممكن تضاعف ارباحك يعني ضعفين او ثلاثة؟ التركية هنا هي انك تروح على موقع زي موقع exe.io. الموقع ده هو موقع اختصار روابط، موقع مشهور جدا، يعني الاجانب والعرب عارفينه، يعني مفيش حد ممكن يضغط على الرابط وما يفهمش ده ايه فمش هيعرف يعديه مثلا، ولكن اي حد هيضغط على الرابط ويشوف الموقع ده هيعرف ان هو يتخطى الرابط، فبالتالي انت هتجيلك ارباح لاختصار روابط زائد ارباح رفع الملفات. فهتبدا انك تيجي هنا تدوس على كرييت لينك وتحط هنا اللينك بتاعك بالمنظر ده. لو هنا عايز تحط مثلا اسم الكتاب يكون كويس جدا جدا جدا، ولكن خلينا ندوس على كرييت على طول. وزي ما انتم شايفين قدامكم كده انا اختصرت الرابط، فهبدا ان انا اخد الرابط ده كوبي كده. اي حد هيضغط عليه هيروح ان هو يختصر يعدي اختصار روابط، بعد كده يروح يعدي رفع الملفات وينزل الملف بتاعنا على طول. فهبدا ان انا اخد اللينك ده واروح على طول احطه في المكان ده زي ما انتم شايفين قدامكم كده واقول له اوكي. كده اي حد هيشوف الصفحه دي هيبدا ان هو يضغط على اللينك بتاعه عشان ينزل الكتاب كامل، فهيبدا ان هو يعدي الاختصار، فبالتالي انت هيجيلك ارباح اختصار روابط ورفع الملفات مع بعض. طيب يا شباب وفي تركية تانية هنا، هي ان انا جيت في الصفحات الاولى برضو هكتب له نفس الكلام ونفس الصفحة هاخدها كوبي بيست احطها هنا برضو في الصفحات الاولى عشان الشخص لو ما كملش الكتاب لتحت خالص فهيبدأ ان هو يشوف برضو اللينك بتاعي في الصفحات الاولى، فاحتمالية ان هو يدوس على اللينك واحتمالية ان انا اكسب من خلاله هتكون اكبر بكتير. فهبدأ ان انا اخد الكلام كوبي واحطه هنا في الصفحة التانية. بس انا عشان ما ضيعش وقتك فمش هقعد اعمل الكلام ده، انت انا وريتك الطريقة الاولى فهتبدأ انك تطبقها في الصفحة دي هي ونفس الكلام مش هتعدل اي حاجة. وبعد ما بتخلص كل التعديلات بتاعتك هتبدا انك تيجي هنا عند كلمة apply changes اللي تحت، هيبدا ان هو يحمل معاك شوية وهيقول لك
البي دي اف بتاعك جاهز تقدر تنزله، هتبدأ انك تدوس على داونلود، هتبدأ انك تنزل البي دي اف بتاعك بالشكل ده. زي ما احنا قلنا كده البي دي اف مفهوش غير الصفحات اللي فيها التشابترز زائد الصفحة اللي احنا عاملينها اللي هتخلي الشخص يدوس على اللينك بتاعنا ونكسب من خلاله. فهتبدأ انك تنزل البي دي اف بتاعك كده، انت خلصت كل حاجة والاستراتيجية معاك انتهت، باقي بس حاجة واحدة بس، وهي انك تقدر تسوق للملف بتاعك ده بحيث ان هو يجيله زوار، فبالتالي يجيله ضغطات ويجيله تحميلات، فبالتالي انت تكسب من اختصار روابط ورفع الملفات. وعشان كده جايب لك احسن موقع ممكن تعمل فيه الاستراتيجيه دي وتسوق لي الاستراتيجيه دي فيه، وهو موقع سلايد شير. الموقع ده موقع خرافي جدا جدا للربح من ملفات البي دي اف. هنا الناس بتنشر ملفات البي دي اف زي ما هي عايزه، اي ملف بي دي اف تقدر تنشره، زي ما انت شايف المشاهدات اللي بتيجي عليه مليون و100 الف، مليون و700 الف، هنا عندك 4 مليون، يعني عندك مشاهدات كتيره جدا بتيجي على الموقع ده. فهتبدا بكل بساطه انك تدوس على كلمه ابلود، طبعا تفتح حساب في الموقع وتدوس على ابلود وتعمل سلكت للفايل بتاعك، هتبدا انك تختار الفايل. خليني الاول اخش على حسابي في الموقع وارجع لكم مره ثانيه. زي ما انت شايف انا دخلت في حسابي في الموقع، فابدا ان انا ادوس سلكت فايل وهبدا ان انا اختار الفايل، اخر فايل اللي احنا معدلينه اللي احنا حاطين فيه اللينكات بتاعتنا. هتبدا طبعا انك تحط هنا الديسكريبشن بتاع الفايل بتاعك، يعني هتحط كل حاجه، الديسكريبشن والصوره بتاعه الكتاب، هتحط كل حاجه ليها علاقه بالكتاب، وهتختار طبعا الكاتيجوري، الكتاب ده بيتكلم عن ايه، هتحط كل حاجه صح عشان يجي لك الناس صح اللي عايزه الكتاب ده، فبالتالي يجي لك تحميلات وفعلا يجي لك ارباح من الاستراتيجيه. فهتبدا انك تحط كل حاجه، وطبعا هنا التاجز، هتحط التاجز يعني تشوف الناس بتبحث عن الكتاب ده ازاي وايه الكلمات اللي هي بتبحث بيها، وتحط التاجز دي في او تحط الكلمات دي في خانه التاجز. طبعا اول حاجه هتحتاج تحطها هي اسم الكتاب، بعد كده اسم الكاتب بتاع الكتاب، وطبعا حاجات بديهية، هتبدأ انك تدوس امنوتا روبوت، وطبعا لو هو رفع صورة غلط هتبدأ انك ترفع انت صورة صح للكتاب، وبعد كده تدوس على بابلش. بعد ما يخلص رفع وبعد ما الكتاب يترفع وكل حاجة، زي ما انت شايف هو حط الصورة فعلا صح، هيحمل معايا شوية، بعد كده الكتاب هيترفع زي ما انت شايف كده، الكتاب موجود على الموقع. تقدر تسوق طبعا في جروبات الفيسبوك، تقول لهم انا جايب لكم الكتاب ده بشكل مجاني بدل ما تدفعوا فيه فلوس. طبعا ابتكر وشوف انت ممكن تسوق ازاي، طريقة التسويق هي اللي هتجيب لك ارباح اكتر من الاستراتيجيه ذات نفسها. فطبعا زي ما انت شايف كده انا بجرب اللينك بتاعنا، واللينك بتاعنا شغال، لو دوست هنا كليك ناو هبدا ان انا اعدي اختصار الروابط، بعد كده اعدي تحميل الملفات، وهبدا ان انا اكسب من الاستراتيجيه بتاعتنا. طيب يا عم عبد الله، ايه اللي يثبت لنا ان فعلا الاستراتيجيه دي شغاله؟ لان انا لسه مش مقتنع بالاستراتيجيه بتاعتك. لو جينا هنا عند محفظه البيير بتاعتي، هتلاقي هنا ان السحب ده في يوم 19 سبتمبر، هتلاقي هنا السحب ب 7 دولار و 54 سنت. لو جيت هنا في الموقع، طبعا السحب ده جاي من الموقع، مش محتاج كمان ان انا اكد لك من كده. لو جيت هنا من الموقع هتلاقي برده 7 دولار و 54 سنت، وفي نفس التاريخ، في التاريخ ده زي ما انت شايف قدامك كده، والسحب مكتمل، يعني السحب وصلني على البير. طبعا لو عايز تسحب بكل بساطه هتبدا انك تختار وسيله الدفع بتاعتك، البير ولا الباي بال ولا البيرفكت ماني، وهتبدا تحط هنا المحفظه بتاعتك، اذا كان الباي بال هتحط الايميل، اذا كان البير هتحط وسيله الدفع او رقم المحفظه بتاعت البير، وتدوس طلب السحب، والسحب يوصلك في خلال 24 ساعه من الموقع، يعني الموقع بيدفع فوري. والحد الادنى للسحب هو 3 دولار بس. وبس كده يا شباب، دي كانت كل حاجه في درس النهارده. اتمنى طبعا ما تنسونيش في اللايك بتاعك، اللايك بتاعك هيفرق معايا جدا جدا جدا. وما تنساش تشترك في مسابقه ال 50 دولار لو عايز تشترك فيها، حط لايك على الفيديو ده وانزل تحت في الكومنتات قول لي انك عايز تشترك فيها. ما تنساش طبعا تحط لي دولتك تحت عشان اعرف اجيب لك طرق تناسبك وتناسب دولتك، عشان ما نظلمش حد معانا هنا في القناه. دي كانت كل حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.